من بعد ما فيض سد وادي فاطمة، وكل يوم ينكشف لنا شيء جديد. هذه أحد دبول العين المتجهة من سد وادي فاطمة إلى الخيف، بين البحير، بين عين البحير وعين الخيف، زي ما تشوفون قدامكم، مبنية من الجص والحصى. بامتداد الجبال انكشفت بعد ما جرفها السيل. السيل طبعا يجي هنا من الشرق من سد وادي فاطمة. تصوير ياسر الصادي، هذه آثارها بين عين البحير وعين الخيف. هذه آثار دبول العين، هي باتجاه الخيف الآن قادمة من سد وادي فاطمة. شوفوا القنوات المائية، دبول العين، والله ما كنا نشوفها قبل، كانت مختفية تحت هذه الكثوان الرملية، الآن ظهرت وبانت بعد ما فيض سد وادي فاطمة. تصوير ياسر الصادي، شايفين بعد ما جرف السيل التربة اللي كانت هنا صارت واضحة الآن، واضحة المعالم زي ما تشوفون، الحصى والجص الموجود على هذه الدبول. شايفين الضفاير مع الجبل ماشية، دبول العين ماشية مع الجبل.